ها اسرائيل ما درتش فينا اللي دارت فيكم نتوما؟ اش دارت فيك انت اسرائيل؟ ليه انت خاصك توقف ضد فرنسا؟ انت ملي تجيب لي رئيس وتخرج امك تزغرت عليه وتخرج قصك تعنقوا باللحاف وفيفا ماكرون فيفا ماكرون جينا تبجح عليه بالوطنيه. نتوما الشعب وسود في المواقع وقروضه في الواقع. ايه هادو هما نتوما باختصار. نتوما اش من قوه؟ اش من قوه ضاربه؟ اش كتصنع انت كجزائري؟ اش كتصنع انت؟ ما كتصنعش شي حاجه، ما عندك والو. ايه ما كتصنعش شي حاجه؟ كتصنع شي ترانات؟ المغرب عنده البوراق، اش عندك انت؟ ايه المغرب عنده اكبر مول في افريقيا، اش ما عندك انت؟ المغرب عنده اكبر ميناء للصيد البحري، اش عندك؟ المغرب كيوكل اوروبا من الخضروات والفواكه، انت اش عندك؟ ايه وريني انت اش عندك؟ عندك البلابلا، عندك الدوبه، طلقوا لينا. على ما كدافع؟ كدافع على نظام لا يدافع عليك، نظام كيدافع على البوليزاريو وكيصرف على البوليزاريو ومعيش البوليزاريو. انت اشنو عندك؟ ايه اجي تشوف البوليزاريو في الصباليون، كل واحد فيهم عنده دار. انت اش عندك؟ ايه ما عندك والو. ايه انت عندك هذا الدور وسط المغاربه وتبقى عليهم حنا. خرجوا 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 من ديك البروبوغاندا اللي معيشكم فيها ابو خروبه من الستينات بانكم قوه ضاربه. ايه القوة الضاربة هي اللي كتصنع السلاح، القوة الضاربة هي اللي اقتصادها قوي، القوة الضاربة هي اللي كيكون عندها نظام ملتزم وقوي. درتوا قمة فشلتوا فيها، وكنتوا قوة وكنتوا بلاد، انتوما عندكم قيمة، كون جاو لكم الملوك. ما جاكم حتى شي واحد، ايه ما جاكم حتى واحد وما اعترف بكم حتى شي واحد. جميع الدول مع المغرب كانتو كيوقفو كيمشي عندكم، كيمشيو للوزراء ديالكم الامم المتحده كيسمعوها بالعلاني. كطلع السعوديه كتقول لكم امن المغرب واستقراره من استقرار السعوديه، وكترد عليكم الاردن ومصر والبحرين وجميع الدول العربيه. ومع هذا كتشيتوا ليهم وكتطلبوهم باش يجيو عندكم. ما تبقاوش عايروا الناس بالتطبيع وانتم اكبر مطبعين مع من قطع جماجم جدودكم. إيه إلا بغيتي تكون أنت واعر وضد التطبيع، هي إلا شحنتي لي دوك الدبابات ديال روسيا. روسيا هي العين اليمنى ديال إسرائيل. أنت مطبع مع روسيا، واش عرفتي روسيا شكون هي؟ واش عرفتي شكون هي روسيا؟ إيه هي إسرائيل تماما. أنت بلادك عندك أدوية صنع إسرائيلي، سلاحك صنع إسرائيلي. أنتوما في كورونا جات أمريكا جابت لكم مستشفى كامل بناتو ليكم داخل الجزائر باش تساعدكم، والأسرة من صنع إسرائيلي ونعستي عليه وداويتي به. إيه إذا تشب إلزموا الصمت، وما تبقاوش تهضروا بزاف لحقاش كلشي كيضحك عليكم. إيه أنتوما كلشي كيضحك عليكم. الشعب بلا 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 مطبعين مع اسرائيل اعداء الله. انا ما لقيتش واحد عدو الله قدكم. كتسبوا الرب، عندكم مصنع الخمور، عندكم القرقوبي تبون بزناز، ولدو خالد بزناز، كتضربوا الاعراض، كتسبوا الامهات، كتقذفوا جميع الشعوب. ايه منتشرين بجميع جميع المواقع، تسبوا الام، تسبوا الاخت، تسبوا بعضياتكم. انتم مع بعضياتكم وما مساهلينش. بركة بركة بركة، إيه حبسوا شوية، حبسوا شوية، بركة بركة. الناس كتضحك عليكم. ملي طلعت بغيت تناقشني طلع عليا مشاريعك. أنت طلع ما تبقاش تناقش، ما تبقاش، الله يعطيكم السر، ما تبقاوش تقلدوا راسكم، ما تبقاش دير راسك مع المغرب. أنت خاصك تمشي تكون إيه فحال قطر وفحال دبي، لأنك أنت دولة عندها البترول وعندها الغاز وعندكم الفوسفات وعندكم الدب، وأنتم قارة. هذيك القارة راه هي مجرد أراضي مغربية وتونسية وليبية وجزء من مالي. فرنسا اللي اقتطعتها وعطتها لكم. فرنسا من تحكم، انتم دولة عندكم وزراء حاليا بجواز فرنسي. فرنسا اللي كتحكم. اي انتم عندكم دابا انتم هذاك كتعتبروا رئيس؟ ايه ذاك انا ما نعتبروش رئيس وما رضاش. سميرة اخويا سد الميكرو. انت ماشي انت اللي غتقول لي سدي الميكرو. ماشي اللي قلتي. لا عليك انت. لا ماشي معاك سمير. اذا ما تبقاوش تطلعوا تبجحوا علينا هنا. سيروا بنيو بلادكم، سيروا ديروا مستشفيات، سيروا ديروا بنيه تحتيه، سيروا ديروا ملاعب، سيروا ديروا رئيس عنده شي 30 ولا 40 ولا 50، ماشي واحد ولده غبار ودخل الحباسات. سيروا شوفوا حياتكم، راه الشعوب كتضحك عليكم. المغرب هرب عليكم،
لا ما بقاش نقش معك التاريخ، لأن التاريخ لا يرحم ولا يزور. إحنا مملكة إمبراطورية وحكمنا فيكم بالتاريخ وبالأوراق، وما طلعناش نقشوا معكم التاريخ، طالعين نقشوا معكم هنا الحاضر. أطلع عطيني مشاريع بلادك هنا 2022، ملي تقولي أنا قوة ضاربة قولي أنت أش كتصنع؟ أنت برا ما كتصنعهاش، أنت كتستورد المايونيز، أنت كتصرب الحليب ديال بنت المملكة، يا بنت المملكة، أنا بنت الزعتر أنا. لا لا بنت زهرية راك كدوري، راكي منرفزة كدوري في اللي معاك. يا بنت المملكة شوفي شوفي يا بنت المملكة معانا 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 يا بنت المملكة أنا جزائري عندنا 40 سنة. قال لك واحد شكون ردة بنت المملكة؟ أي نعم بنت مملكة 14 القرن. احنا عندنا 40 مليون جندي يا بنت المملكة، اوكي احكي من مالك، والملك عنده شجرة وعنده سلالة وعنده أصل وعنده فصل، وأنا غنثبت لكم بأن احنا قوة ضاربة. لم يحضر الملك للقمة فلم تحضر جميع الملوك وجميع 40 مليون جندي يا بنت المملكة. تصنتي ليه بالله تصنتي ليه؟ راه قال لك عندنا 40000 راه قبايلي. خلوا بنت المملكة تكمل من فضلكم، أنا مزوجة غنكمل وغنزل. حضر لكم بوريطة، حضر لكم بوريطة بكلمة واحدة، حطيتوا الخريطة بحل الكلاب كلها ونزلتوا اعتذار، وما جاكمش الملك وجميع الملوك ما جاتكمش. سمعتي؟ وسيروا تكمشوا وسيروا ضروا بجنابكم وسيروا عطوني اتساع. احنا عندنا 40 مليون جندي يا بنت سمير. من فضلك سمير الله يرضي عليك خليها تكمل تسالي يا سمير. ما تهضرش معايا حيت الا هضرتي معايا غادي نخرج لك طول وعرض في جدودك. ولا ماشي معاك، راه ماشي معاك. لا بنت المملكة تصنتي، راه الدري قبايلي كيدور على القبايل. قبايلي قبايلي تصنتي فينا تاعنا، هذا راه قبايلي. كمال انت ديالنا، انت الرجولة، كمال انت الرجولة، يا سي الرجولة. تحياتي بنت المملكة لابو الشريسة. وسيروا شوفوا شغلكم، وسيروا ديروا لكم مستشفيات وسبيطارات وجيبوا لكم الضي، الله يعطيكم الدل. انتوما شعب مدلول، نتوما الشعب، نتوما هما العابين، نتوما عابيد. ملي غادي يجيبوا لك نزار وغتجلس تصفق عليه انت عبد. نتوما دخلتوا ماكرون كالراجل، طلع سميتو الشاب ماكرون الديسكو المغربي، جيبي لي الزهوه ليا تسلم عليه. جيت تبجح عليا انا هنا ماكرون كيعبط على القبور ديال الشهداء. عطيونا التيسات سيروا بعدو منا. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وغادي تعاود لكم بالبند العاري. لم يحضر الملك للقمه، لم يحضر الملك للقمة فلم تحضر جميع الملوك. لم يحضر للملك للقمة وليتوا أقزام في إفريقيا. صافي الله يخلي لكم البوليزاريو وتصرفوا عليها. انتوما شدوا لكم أكبر قالب مغربي وجلسوا عليه انتوما 40 مليون. يلا وصلوا مخال خص الله هضره. يلا صاي صاي بنت المملكه، عملي لي ابوني بنت المملكه من فضلك. انا بنت المملكه فيك تضرك الدوله يا راسي. هو انتم كتدوروا علينا هنايا، تدوروا علينا قوه. انت ما مقوه ضاربه، انت ما كتصنعش الشلبره، انت قوه ضاربه كدير. عندنا 40 مليون جندي، هبط المغرب، هبط المغرب. انت 40 مليون جندي، 40 مليون جندي. اصل المطيشه، المطيشه، المطيشه ما كتسمعش، راه كتهضر غير تهضر. ايه يهوديه شالوم، انا يهوديه شالوم شالوم. مازال شالوم، مازال اختي، اختي يا بنت المملكه، راه حنا كاع اللي معاك انا في برافو ليك بنت المملكه. ها انا عرفتيني شكون بعدا ولا تنهضرتي بيا؟ معليش اسمح لي يا خويا، ما كاين مشكل. الانترنت واللي عندك قدامك راه قبايلي، هذاك هذاك قبايلي. لا قبايلي قبايلي، يهودي يعني يهودي. شالوم شالوم حبيبي، شالوم. عاش اسرائيل، عاش اسرائيل من الاخر. شوف اعملي لي ابو بنت المملكه، اعملي لي ابوني باش نعمل لك انا ابوني. اوكي راه اللي معاك هنا عادي ولا قرو علينا؟ يا لا ثقافه لا وعي. لا سبيطار الحماق، سبيطار الحماق، خاص لحال لكم بويا عمر. شدوكم ربطوا جدي ماكم بالسلاسل ونخو عليكم غاز الحرق غادي افريقيا وسخ ديال افريقيا. راح قوة الضريبه. عاش المالي، صافي عاش المالي. تيندوف مغربيه، تيليسان مغربيه، الصحراء الشرقيه مغربيه. انتوما كلكم حكموكم مغاربه، شكون اللي حكمكم؟ انا قول لي ماشي بوتفليقه مغربي؟
ها كمال زيدني اخويا زيدني بن بالله بن بالله مغربي 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 محمد بوخروبة مغربي الامير عبد مغربي كلهم مغاربه مغربي وحتى تبون قالوا بانه مغربي من مغربي انت هو من المشرية انت هو من المشرية والجزائر رجوي والجزائر مقاطعه فرنسيه ملي تقطع انت يدك مع فرنسا وملي تجاوب وزيرة الثقافة اللي قالت لك الجماجم هي إرتلانة وملي تجاوب ما جاوب داك اللي قال لكم بان واش عطاوكم عطاوكم الريوسة ديال الشفارة وطالع هنا تناقش معايا واش عطاوك راس ديال الشفار طلعتيه درتي ليه العالم ديالكم وانتم اصلا النشيد باقي عند فرنسا والعالم دارتو ايميلي والوزير عندكم في جوازة فرنسا ضعتوا لنا راسنا صدعت كضحكوا عليكم الناس ما وليتوا ضحكه ضحكه وليتوا ضحكه نتوما وليتوا ضحكه وسط عباد الله نتوما وليتوا ضحكه.